السلام الله عليكم مشاهدي قناة المغربية الأفاضل، وأهلا بكم معنا إلى برنامج قناة الصحف، والذي سنحاول من خلاله استعراض أبرز وأهم الصحف التي تناولتها الصحافة المغربية. نبدأها كالعادة بقراءة سريعة في بعض الصحف المختارة للجرائد واليوميات الجزائرية. نبدأ بالشروق التي اهتمت بداء الكوليرا من جديد، مفندة بذلك تصريحات الوزارة الوصية التي قالت أنها قضت على داء الكوليرا، وتقول الكوليرا تعود من وهران والعاصمة ووزارة الصحة في ورطة تقول. وعنوان جانبي يقول تحذيرات من ظهور حالة أخرى بسبب حركة تنقل الأشخاص، وقاطنو البنايات الفوضوية بوادي بن عزة بالبليدة يحتجون ويطالبون بالترحيل. عنوان جانبي تناولته الخبر في تصريحات الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، قال إن المفاوضات ستكون بالإنجليزية، ويقول أن فرنسا سبب تعطل استثمارات الأمريكيين واليابانيين بالجزائر. وكذلك الشروق تناولت المباراة التي جمعت الفريق الوطني الجزائري بنظيره الغاني، وتقول أن جحيم في البنجول بعد معركة غير رياضية كما وصفتها، والفوضى تفرض التعادل، هذا ما قالته الشروق. إلى الخبر تتحدث عن الدخول الاجتماعي، وأضافت إليه الازدحام المروري الذي واكب هذا الدخول الاجتماعي، وتقول الازدحام المروري الكابوس، تعددت المخططات والاختناق واحد. في عناوين جانبية وعنوان الرئيس في أعلى الصفحة يقول دخول مدرسي على وقع اختفاء التلميذة فاطمة الزهراء بعد شهر من اختطاف ومقتل الطفلة سلسبيل بوهران. في مشروع السكن وفي قضية السكن تقول أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يفرض استكمال صب ميزانية مشاريع عدل السنة المقبلة. وعنوان آخر يقول كان مرفقا بأفراد من عائلته في مغنية، توقيف ضابط في الأمن بحوزته قنطار ونصف من المخدرات، تعليمات صارمة بضرورة تفتيش كل من سيستظهر بطاقة رجل الأمن. عنوان آخر يتحدث عن مصادرة أكثر من 5 ملايين أورو في 3 أشهر، انهيار الدينار يسرع وتيرة تهريب العملة، هذا ما قالته الخبر. إلى الرائد هي كذلك تحدثت عن مقابلة الجزائر، وتقول أنها تعادل بطعم الهزيمة للخضر، وعمل كبير ينتظر الناخب الوطني بالماضي، قرار لعب المواجهة اتخذ من طرف الكاف. في عنوان جانبي آخر تعد الثانية أو العملية الثانية في ظرف أسبوع، البحرية التونسية تنقذ 6 مهاجرين من الغرق في مياهها الإقليمية. وعنوان آخر يتحدث عن بوحجة يقول دعا الأرندي ينتقد حراك الرافدين للعهدة الخامسة ويحذر المناورين. علي حداد رئيس الأفسيو يقول أن الأفسيو لم يحل، وسيلتقي ولد عباس قريبا للحديث عن العهدة الخامسة. ليبرتي الناطقة بالفرنسية تتحدث عن محسن بن عباس رئيس حزب الRCD، عقد ندوة حول حق العمل في زيرالدا، وتقول أن الRCD يدعو إلى رفع الأجر القاعدي للعامل. تحدثت كذلك ليبرتي عن قضية المسيرة، منع مسيرة بترسانة أمنية هكذا تقول، وتقول قسنطينة مدينة مغلقة للمعارضة. في عنوان جانبي تقول ليبرتي أن في 80 مشتبه بحمله مرض الكوليرا في العاصمة. لو كوتيديان دوران تتحدث عن وزيرة التربية نوريا بن غبريت وعن قضية الاكتظاظ، وتقول اكتظاظ الأقسام تفسيرات بن غبريط. وكهي الأخرى لكوتيديان دورون تحدثت كذلك عن قضية حركة مواطنة وتمنع، تقول تمنع من التجمع. الوطن هي الأخرى عادت إلى مسيرة مواطنة في قسنطينة التي منعت، وتقول منشطوها رفعوا دعوة
ضد رئيس المجلس الولائي لقسنطينة، مسيرة مواطنة تمنع. إذا لمناقشة دبرز هذه العناوين ينضم إلينا من الجزائر على خدمة سكايب الأستاذ أمين عريب القيادي في حزب جيل جديد. بعد الترحيب بك أستاذ أمين عريب، جرائد اليوم الناطقة بالعربية لم تشر إلى مسيرة مواطنة التي منعت بقسنطينة. بعض الجرائد كما ذكرنا الوطن ليبرتي والكوتيديان دورون أشارت إليها وتقول أن منشطيها رفعوا دعوة ضد رئيس المجلس الولائي لقسنطينة، لماذا؟ أنا أخ عادل، تحية لك ولطاقم المغاربية وكل المشاهدين. في الحقيقة يعني ما عنديش جواب صريح على لماذا الجرائد لم تتناول هذه، ولكن احنا نعرفوا الجو اللي تعمل فيه وسائل الإعلام. وبالمناسبة بهذه المناسبة نحيي قناة المغاربية اللي بقات القناة الوحيدة التي تفتح لنا الأبواب وتفتح الرأي الآخر أنه يتكلم. احنا تعرف كما تعرف أنت ويعرفوا زملاء والإخوان وما كاش قناة اليوم تفتح لنا المجال حتى يمكن نخاطب الشعب ونبدو الرأي الآخر ونقول ما يجب أن نوصله من كلام. هذا الأمر يطبق أيضا على الصحف المكتوبة، تعرف اليوم أنها مخنوقة عن قانون الإشهار اللي يخليها أنه يكون يعني سيف فوق رقبتها إن تحركت هذه الصحف. أعتقد أنا هذا تخمين، أعتقد أن هذه الصحف لا تريد إزعاج السلطة ولا تريد أن تكون يعني تدخل في اصطدام مع السلطة، لأنها تعرف العقلية تاع السلطة تاعنا، تعتقد أن كل من يخالفها الرأي يتحول إلى عدو مباشرة. وشفنا بالأمس كيفاش يعني السنوات اللي فاتوا كيفاش قنوات وكيف صحف أغلقت، كيف صحف اللي كان عندها خط يعني تقريبا معارض، شفنا كيفاش كان عندها مشاكل كبيرة، كيفاش عرفت مشاكل مالية كبيرة. إذا نعرفوا أنا كيفاش يسير المجال الصحفي في الجزائر، وهذا على غرار باقي المجالات، موش فقط غير الصحافة. تمنع السلطة هذه أن تمارس الصحافة سلطتها الرابعة، تمنع أن تكون حرة. احنا نعرفوا كاين، حتى ما نذكرش الأسماوات، حتى بعض العاملين في القنوات أو مسؤولين في قنوات اللي تنشط هنا يقول لك أعتذر منكم عندما نلتقي في المناسبات، يقول لك أعتذر لا يمكننا أن ندعوكم، مع العلم أن الخطاب أو النقاش السياسي احنا اللي نضعهم في كل مرة كان جيل جديد أو مواطنة، كنا نضع النقاش السياسي في الساحة السياسية، ولكن كانوا يتناولوا في بلاطوهات الناس يجوا يتكلموا على النقاشات السياسية هذه بدون جيل جديد. هذا كانوا يعتذروا منا لأنهم لا يستطيعون. يعني أنا سؤالي ربما هو نفس المنبع، منبع الإشهار، لكن هذه الصحف ليبرتي الوطن وكوتيديان دورون كانت لها الجرأة أنها تناولت مثل هذا الموضوع. سؤالي لماذا رفع ناشطو مواطنة أو حركة مواطنة رفعوا دعوة ضد رئيس المجلس الولائي لقسنطينة؟ شوف احنا في حركة مواطنة قررنا نرفع دعوة ضد البي ا بي وي تاع ولاية قسنطينة لراجع التصريحات اللي هي مسجلة ويعني وخرجت للعالم، ماهوش فقط في جلسة مغلقة، وين صرح ان قسنطينة ممنوع علينا وانه سيتصدى لنا. كانت عبارات جد وقاسية لا ترقى لان يكون المفروض مسؤول لا يتلفظ بهذا الكلام. وهنا عنده يعني اشكال قانوني ودستوري، يعني احنا فرقنا بين جزائريين وجزائريين اخرين، منعنا على ولايه على جزائريين لان المسؤول الاول فيها قرر ان يمنع ذلك او عنده توجه سياسي يعني آخر. هو تصرف كانه باي لك قسنطينه ومنع افراد من مقاطعات اخرى للوصول، لكن بالمقابل هناك تنسيقيه عائلات المختطفين كذلك قبل اسبوع يوم 30 أوت الماضي كذلك قاموا بوقفة، وكان تعسف أكثر مما الذي يعني جرى لحركة مواطنة. يعني هنا هم من قسنطينة ويسكنون قسنطينة لكن لقوا ما لقوا.
نعم في الحقيقة هذا هو الواقع. هنا يعني تعكس شيء آخر، تعكس أن هاد الناس لليوم يتصرفوا كأنهم بايات أو ملوك على ولاية، كل من يخالفه الرأي وكل من له يعني مطالب أخرى غير المطالب غير التوجه تاعهم أو يكونوا ضدهم، يعني هنا يستعملون أدوات الدولة لقمعه. نشوفوا أجهزة الأمن كيف تستعمل، نشوفوا كيفاش حتى المرة الأخيرة في مواطنة شفنا كيفاش حاويات القمامة ما حشاكم ما حشا السمعين، يعني كيفاش كانت تستعمل في الأماكن اللي كنا مقرر نلتقي بالمواطنين فيها، شفنا كيفاش الساحات العمومية غلقت يعني بشاحنات القمامة. التذكير فقط كانت من بين الحاضرين مسؤولة عن جمعية مستكفة بالنظافة والبيئة، كانت تكلمهم وتقول لهم احنا عندنا شهر وحنا نطلبوا فيه في شاحنة واحدة لجمع القمامة ولم تأتي، وقلنا أننا نحن لنبادر ووفرنا فقط شاحنة ولم تأتي، واليوم عندما أتوا مواطنة وفرتوا كل هذه الشاحنات حتى تملأوا المساحات. يعني هنا تعكس العقلية اللي يصير بها هاد الناس والعقلية انحلال الدولة. اليوم أصبحنا في على كل المستويات كل مسؤول يعتقد أنه هو الدولة وعنده دولة تاعو يسيرها كما يشاء بأهوائه، كأننا لسنا في جمهورية. يعني رغم المنع كيف تقيمون هذا التجمع الذي منع يعني قادة من أعضاء في حركة مواطنة يقتدوا إلى السجن واعتقلوا كذلك يعني لمدة ساعات، يعني كيف تقيمون هذه المسيرة وهذه الوقفة الممنوعة؟ نعتقد أن الوقفة كانت إيجابية. أولا نحن اليوم معركتنا مع الوعي، فليس فقط مع النظام السياسي، إنما لازم نحيي وعي المواطن ونحيي مبدأ المواطنة لدى المواطن أنه هو المسؤول، هو مصدر الشرعية، هو مصدر السلطة الأول والأخير، وليس مصدرا آخر غيره. نحن نحاول احتكاك بالمواطنين اللي كانوا متوافدين بكثرة يعني في الأماكن اللي حددناها حنايا، ومشكورين على ذلك، ومشكورين الناس قسنطينة على وعيهم الكبير للوضع اللي كان استجابتهم للنداء. لكن نتأسف أننا لم يمكننا أن نروح حتى نلاقيهم، هذا كان نتأسف عليه كثيرا، لأنه فيه ناس حتى المواطنين، بعض المواطنين منهم من اعتقل ويعني وفرقوهم بالقوة في يعني منعتم في الجزائر في ساحة الشهداء من الاحتجاج كذلك ومنعتم في قسنطينة. إذا عملنا فرق بين الوقفتين يعني كيف تقيمون تفاعل الشعب مع هذه الوقفة؟ شوف قبل ما نجاوبك على السؤال هذا خليني نفرق الفرق بين الوقفة تاع الجزائر العاصمة والوقفة في قسنطينة. نعم. في الجزائر العاصمة لم نبلغ الشعب عليها ولم نقل أنهم لا يجب أن نلتقي ونطلبنا تجمع الشعب، فكانت وقفة إلا من قيادات مواطنة، وشفنا أن هناك بعض الناس للامونا، يعني للامونا من حسن نية، يعني مش فقط أنهم يجب إشراكنا وتقولوا لنا. قمنا بعملية أخرى في قسنطينة وين دعينا الناس مسبقا أنهم يحضروا، وكان تقييم جد إيجابي، كان فيه عدد كبير من المواطنين اللي لبوا النداء، كان فيه عدد كبير من القسنطينيين اللي قال لك احنا رانا حاضرين، وكانوا واجدين منذ الصبيحة ابتداء من الساعة 7 صباحا، كانوا بداوا يتوافدوا على الأماكن المخصصة، ولكن للأسف ابتداء من الساعة 7 صباحا بدأت الاعتقالات وبدأت تفريق الناس. لذا نعتقد أن الأمر إيجابي وإيجابي جدا. احنا في الأقل قلنا أننا ماشيين وما زلنا مستمرين، المنع هو لا يخلينا نتوقفوا على لقاء المواطنين. نحن الجزائريين نحن حركة سياسية، لنا مشروع سياسي ولنا رؤية سياسية، سنواصل عملنا. نعتقد أن حركة أن وقفة قسنطينة يعني حتى وإن قوبلت بالقمع والاعتقالات، لكن لم تمس من عزيمة أعضاء مواطنة وحتى المواطنين، اللي في كل مرة عندما يشوفوا هذه الاعتقالات ولا يعني يعوا جيدا أننا أمام السلطة، أمام السلطة ديكتاتورية، أمام السلطة فاقدة للشرعية اللي تخاف المواطنين تاعها لأنها تحكم بدون قاعدة اجتماعية. هذا هو الأمر اللي خلى أن المواطنين يعني يتعاطفوا. ربما منعتهم في الجزائر، نتفهم لماذا منعتهم في الجزائر، فيه ربما إجراءات أو تعليمات تقول أن الوقفات والاحتجاجات ممنوعة في العاصمة، لكن غير مفهوم قضية قمع بكم في قسنطينة. شوف أخي عادل، هو ما هي العاصمة ولهم يحذرون، السلطة الحاكمة تخاف من الشعب، تخاف من سياسيين يقومون بالعمل السياسي الحقيقي وهو إعادة الشعب إلى قلب العملية السياسية. يخافون من حركة سياسية لأنها ستقوم بتجنيد الشعب، لأنها تتكلم في الواقع لو يعيش الشعب هذا،
لسنا من دعاتنا يعني نخلق مشاكل، نحن نبين الواقع ونبين خارطة الطريق كيف يمكننا أن نخرج من هذا الواقع. ولهذا أنا أعتقد أن حتى خرجتنا في ولايات أخرى ستمنع وسنقمع، ولكن مع ذلك سنستمر في الذهاب إلى لقاء مواطنين، ولا يمكن لهذه السلطة أو أي سلطة أخرى أو قوة أخرى أن تمنعنا من التواصل مع الشعب، لأننا من هذا الشعب ونحن منه وهو منا، وسنواصل عملنا وإحنا مستمرون. ما هي الخطوة القادمة؟ أي ولاية ستقصدونها؟ عندنا الأسبوع القادم السبت المقبل إن شاء الله راح نكون في بجاية، بعدها راح نكون إن شاء الله في وهران، وبعدها الأسبوع آخر سنكون يعني سنتوجه إلى الجنوب، وهذا وكاين برامج آخر يعني مع الوقت سنعلم به الرأي العام. إحنا متوجهين وقادمين، عندنا برنامج نطبقوه وماشيين فيه رغم كل القمع، رغم كل المضايقات اللي انتهت، رغم التهديدات. نعاود نذكر فقط أن قبل الخرج القسنطينة كان فيه تهديدات تلقيناها، كانت فيه مضايقات، كانت فيه رسائل تبعث على أن قسنطينة ممنوع وقسنطين ستصدون من قسنطينة وسطرد، ونحن نعرف الأطراف التي وراء ذلك، بعض أجهزة السلطة من أحزاب لفلان والآرندي هم من قاموا بهذا الشيء، يعني مش فقط تصرف هكذا من عندهم، ولكن كانت أوامر فوقية. عندما نلاحظ ونشوفوا خطاب البي او بي ومسؤول الولاية عندما يتكلم بهذا الخطاب العنيف ضد مواطنين جزائريين وكأن قسنطينة هي مملكته الخاصة، يعني يمكن أن نستنتج استنتاج بسيط أنه هم لعطوا التعليمات للمناضلين هذو حتى يقوموا بتهديد المواطنين، بتهديد أعضاء من مواطنة، بتهديد مناضلين من أحزاب جديد ولسي بي وغيرهم من الأحزاب. كل هذا يعني يدل على العقلية اللي رام يسيروا بها. مع ذلك عزيمتنا في المواطنة وعزيمة المواطنين لم تمس، ما زالت عندنا الإرادة الكبيرة أننا نروح ونسمع صوتنا، ورانا اليوم في تحدي لهذه العصابة اليوم اللي جات مع الجزائر. شكرا جزيلا أمين عريب، قيادي في حزب جيل جديد، كلمتنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. نتحول بحضراتكم مشاهدينا الأفاضل إلى الصحف التونسية، معنا غفران الحسيني. مرحبا بك غفران. مرحبا زميلي عادل، تحية إليك وإلى كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق والتي تبعت الأزمة السياسية الحاصلة في حركة نداء تونس وموقف النهضة من ذلك تحت عنوان تصدر أعلى الصفحة الأولى: القطيعة قريبة بين نداء حافظ ونداء شاهد، هل عملت النهضة على تقسيم النداء؟ كتبت الصحيفة أن مخطط حركة النهضة في الحكم منذ سنة 13 و2000 ارتكز على تواجد شريك له أهمية برلمانية وسياسية، لكن لا يجب أن يملك مقومات الخروج من محيطها أو التخلي عنها. وكانت البداية مع حركة نداء تونس، تجربة حركة النهضة الجديدة في الحكم بعد أزمة سنة 13 و2000 انطلقت بمخطط جديد يقوم على عدم البقاء في الواجهة والاكتفاء بالموقع الثاني، لكن مع البحث عن أكبر قدر من الضمانات لكي لا ينقلب عليها من في المرتبة الأولى. في هذا الإطار فقد مكنتها نتائج انتخابات 14 و2000 من تنفيذ مشروعها السياسي، إذ تحصلت على المرتبة الثانية في حين كان المتحصل الأول عاجزا على الحكم من دونها، وهو نداء تونس. ومن هنا جاءت فكرة التوافق. اليوم وبعد تفكك نداء تونس وانقسامه إلى شقين، شق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وشق آخر مع مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي، كتبت الصحيفة أن الجميع يعلم أن يوسف الشاهد عاجز في محاولات سابقة منذ توليه الحكم عن تكوين حزب أو كتلة برلمانية، لكنه بعد ذلك التحالف الصريح مع النهضة تمكن من تكوين كتلة برلمانية من النواب المساندين له. وبالرغم من إنكارهم جميعا لتلك العلاقة، إن لقاءاتهم برئيس الحكومة ومواقفهم تفيد ذلك. تابعت الشروق في التحليل أن الأخطر في كل هذا هو الاتهامات التي توجه إلى النهضة بأنها هي من تقف خلف تلك المحاولة وبأنها من ساهمت في إنجاحها لمزيد إضعاف شريكها في الحكم الذي حاول الخروج من جبابها في نوفمبر وديسمبر 17 و2000 استعدادا للانتخابات البلدية، فكانت أول من دعا الشاهد للالتزام بعدم الترشح في 19 و2000 منذ أود 17 و2000. إلا ما أن ما يحصل اليوم في نداء تونس بين شقين قد يجعل من النهضة هي العامل السياسي الأبرز في إحداث هذا التقسيم بين النداء في بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. نتحول الآن إلى صحيفة
الصباح وفي ذات الموضوع، الشاهد يعكس الهجوم برلمانيا ويخترق كتل مشروع تونس والنداء وأفاق. كتبت الصحيفة أنه لم تكن الأحزاب بمعزل عن أزمة الحكم في بلادنا، حيث تواترت الخلافات داخل أكثر من حزب بعد انقسامها بين مؤيد لرئيس الحكومة ودعاة لرحيله. كان مشروع تونس أحد ضحايا يوسف الشاهد بعد أن خرج جزء من كتلته البرلمانية عن سيطرة الأمين العام محسن مرزوق، وتمرد نواب ضد سياسته التسييرية. وقد ازداد التفاف النواب حول الشاهد بعد الحديث عن استقالة نحو 20 نائبا من نداء تونس، وهو ما أثار حفيظة المدير التنفيذي الذي أصدر بيانا أمس تضمن ما اعتبره إقدام رئيس الحكومة على استقبال مجموعة من نواب كتلة نداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة بقرطاج، ليطلب منهم الاستقالة من كتلة حركة نداء تونس والالتحاق بكتلة الائتلافية الوطني. اعتبرت الصحيفة أن الشاهد قد عكس الهجوم برلمانيا وحاول ويحاول اختراق كتل نيابية على رأسها مشروع تونس والنداء وأفاق، وهو ما يجعل من الشاهد قد يعمل على كسر عزلته السياسية. في عنوان آخر كذلك من صحيفة الصباح، سلطت الضوء على التسجيل في السنة الدراسية عن بعد تحت عنوان إخلالات تطمس فرحة العودة المدرسية والجامعية، حيث عرت الإخلالات التي رافقت عملية التسجيل عن بعد التلاميذ والطلبة للعودة المدرسية، عرت انعدام جاهزية عدد كبير من القطاعات في بلادنا لدخول عالم الثورة الرقمية أو التسويق لمجتمع المعلومات، إذ كشف غياب التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة في عملية التسجيل عن عدم توفر أرضية مناسبة لتعميم ثقافة الرقمنة في تونس، زيادة على نقص فادح في الإمكانيات التي تساعد على إنجاح هذه العملية حتى يتم القطع فعليا مع المنظومة التعليمية التقليدية. تسجيل 500,000 فقط من بين 900,000 تلميذ حسب المكلف بالأعلام في وزارة التربية يؤكد أننا لازلنا في مرحلة ما قبل الرقمنة. نختم جولتنا في الصحافة التونسية بصحيفة الصحافة اليوم تحت عنوان الحكم بالإشاعة. كتبت الصحيفة أنه استنادا إلى مصدر لا يرقى إليه أي شك، تأكد لدينا أن لا وجود لاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الدولة وما مع رئيس حركة النهضة بخصوص استمرار يوسف الشاهد في القصبة. وأكد ذات المصدر لصحيفة الصحافة اليوم من قرطاج أن ما تنقلته بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع خبر وهمي لا أساس له من الصحة. فهل الحكم اليوم بدأ بإشاعة ويستمر بإشاعة؟ تابعت الصحيفة الثابت أن قضية استمرار يوسف الشاهد في الحكم لم تعد تعني أي طرف سياسي آخر غير حركة النهضة، وقد تجازف بالقول أنها اهتمام حصري لراشد الغنوشي لارتباطها باحتمال من فك يتأكد يوما بعد آخر، وهو ترشحه لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية 19 و2000. وقد سهل على راشد غنوش التسويق لبقاء الشاهد على رأس الحكومة داخل حركته بحكم الكم الهائل من الخدمات التي يقدمها رئيس الحكومة إلى حركة النهضة حسب تحليل صحيفة الصحافة اليوم. هذا زميلي عادل تقريبا أبرز ما تناولته الصحف التونسية التي صدرت صباح هذا اليوم. غفران الحسيني مراسل القناة المغربية من تونس، نشكرك جزيل الشكر، ونتحول إلى ركن الكاريكاتير ومجموعة الرسومات التي اخترناها لكم، تابعوا معنا.
بهذا ننهي برنامج قناة الصحف، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.